السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين منظر المصري في كل مكان. أنا عامل الفيديو ده عشان أقول لكم على حاجات كتير نفسي أقولها لكم من زمان. الفيديو ده عبارة عن فيديو اسألني أي حد من الفانز أو غير الفانز عاوز يسألني أي سؤال أنا تحت أمره. وفي حاجة على اليوتيوب اسمها لما تخش على القناة بتاعتي منظر المصري في حاجة اسمها مقاطع الفيديو والصفحة الرئيسية، في حاجة اسمها حول. فحاول فكلمة حاول هتلاقي على الفيسبوك والانستجرام ورقم الواتس بتاعي، كل حاجة هتلاقيها عندي في حاول. والفيديو ده كنت عامله عشان اسألكم حاجتين مهمين جدا. ان شاء الله انا هعمل بس مباشر على اليو ناو، لو حتى 5 هيتابعوني بس على بس اليو ناو ده والله انا اعمله، بس انتوا اتفقوا على ميعاد معين وانا اعمله فيه. وعاوزين ان شاء الله دعم القناة كوميديا مصر، ثقة في الله تضحك بجد، شخص موهوب جدا. فياريت كله يعملوا سبسكرايب على قناة اليوتيوب بتاعته، هو هتلاقي الكومنت بتاعه في اول تعليق، ثقة في الله تضحك. والفيديو ده انا عامله اولا عشان كوميديا مصر، وثانيا عشان ولا بلا ثانية لا بس ثانيا عشان تسألني، وتسألني في أي حاجة أنت عاوزها أرد عليك، ثقة في الله نجاح، ثقة في الله هتضحك، يوتيوبر منظر مصري. أنا بصراحة أنا كنت قلت لو ربنا كرمني واتشهرت كنت هعمل قناة فعلا عشان أوصل للناس حلمهم، بسيط جدا إنهم يوصلوا أو الناس يشوفوا فيديوهاتهم ويحكموا على الفيديوهات بتاعتهم والموهبة بتاعتهم. وأنا بإذن الله بوعدكم لو ربنا كرمني وبقى عندي 100,000 سبسكرايب انا بجد هعمل قناه تانية وانزل فيها مواهب كتير، ثقه في الله هتضحك. مستني رايك في تديني الميعاد اللي هعمل فيه بس مباشر، تكلمني صوت وصوره على اليو ناو، وان شاء الله انتظروا فيديو جديد جدا مش هقول لكم على اسمه بس ان شاء الله ينزل النهارده او بكره بكتير قوي. وبعدين بعد ان شاء الله تدعموا قناه كوميديا مصر، واستنوا كل جديد من منظر مصر، ثقة في الله تضحك، ثقة في الله نجاح، كل سنة وانتم طيبين. وما تنسوش انا مستني رأيكم في كل كومنتات، وان شاء الله هرد عليكم كلكم، ولو حابين ارد عليكم في كومنت في الفيديو نفسه او ارد عليك في فيديو جاي. هو الفيديو هيبقى عبارة عن فيديو اسألني، ثقة في الله تضحك، ثقة في الله نجاح، يوتيوبر منظر مصري، بحبكم يا اجمل فانز في الدنيا والله العظيم. انا مش هوصل لحلمي بجد الا بيكم، وبصراحه انا شايف في امل وشايف في تعليقاتكم الجميله اني استمر، فبجد ده بيديني حافز جامد جدا، وده بيخليني ان استمر وبينسيني اي تعب انا تعبته في الفيديو. ثقه بالله تضحك، والواحد يعرق ليه، الواحد بدا يعرق على فكره جوه حر. والفيديو اللي هينزل النهارده هيبقى عن درجه الحراره، ثقه في الله نجاح. مصورتش الفيديو بالكاميرا بصراحة لأكتر من سبب، إن مش فاضي أعمل مونتاج فقلت أنزله بالموبايل، معلش بقى على الجودة بتاع الموبايل. ثقة في الله تضحك، منظر مصري، متشكر أجمل فانز في الدنيا، والسلام عليكم.